بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة رنا فهمي، بشرح لكم كورس المولكيولر بيولوجي. النهاردة هنبتدي في الجين اكسبريشن. طيب يعني ايه جين؟ ايه هو الجين؟ في البيولوجي الجين ده هو عبارة عن مجموعة من النيوكليوتايد اللي موجودة في الدي ان ايه والار ان ايه، او الار ان ايه اللي بتترجم لي في الاخر ل جين برودكت، سواء طيب during ال gene expression process ده ايه اللي بيحصل؟ ال DNA بيبقى copied لل RNA، وال RNA بعد كده ممكن يتحول لبروتين ويبقى functional protein that performs function in the cell. يبقى الجين هو ايه؟ هو عبارة عن سيكونس من النيوكليوتيدز في الدي ان ايه والار ان ايه بتحتوي على الجيناتيك فانكشن او الجيناتيك اكتيفيتي بتاعه البني ادم. يبقى do you know what is a gene? The functional unit of the genetic material. Genes are found on the DNA بسميها الجينوم. Genes are expressed to produce the functional molecules of the cells. Proteins من البروتين كودينج جينز، والدي ان ايه بوليميريز برضو ده يعتبر بروتين، والهيليكيز ده يعتبر بروتين، كلهم انزيمز. الجلوبيولينز في الريد بلاد سيلز عباره عن بروتينز، كلهم عباره عن بروتينز. there are genes only encode RNA molecules. طيب عندنا حاجه اسمها سنترال دوغما. ايه هي سنترال دوغما؟ سنترال دوغما ببساطه كده هي ترم كده بنستخدمه دايما في المولكيولر بيولوجي، بيشرح لي ازاي الجينيتك انفورميشن بتتنقل ما بين البيولوجيكال سيستمز علشان تديني فانكشن معين. ببساطه السنترال دوغما هي عباره عن انه الدي ان ايه بيعمل لي ار ان ايه، والار ان ايه بتعمل لي بروتين. يعني دي ان ايه سهم RNA، وسهم من ال RNA يديني بروتين على طول. يبقى central dogma how proteins are generated أو encoded من الجينز. ازاي بيطلع لي بروتين من الجينات؟ انه ال DNA اللي هو encoded في الجينز بيتحول ل RNA، وال RNA بيبقى translated بعد كده into proteins. To answer this question we need to learn the central dogma اللي اكتشفها عالم اسمه فرانسيس كريك. The process of converting, transcribing DNA molecule حولها ل RNA، وال RNA حولها لبروتين. ان انا احول DNA ل RNA دي process اسمها transcription، وان انا احول RNA لبروتين دي process اسمها translation. تمام؟ بقى اهي ال DNA تحول ل RNA وال RNA تحول لبروتين. process ان ال DNA تتحول ل RNA اسمها transcription. ال purpose بتاعتها RNA synthesis موجودة بتحصل فين؟ في النيوكليوس. طب ال RNA عشان يتحول لبروتين ال process اسمها translation. ال purpose بتاعتها ان انا اكون او اصنع بروتين دي بتحصل في السيتوبلازم at a ribosome. طيب ايه هو ال RNA molecule؟ ببساطة الريبونيوكليك أسيد RNA، ريبونيوكليك أسيد هو يشبه الـ DNA بس بيبقى single stranded مش double stranded، يعني strand واحدة مش اتنين. Only one strand not double strands as DNA. بيتكون من ايه؟ برضو من النيوكليوتويدز اللي هي البيورين والبيراميدين نيتروجين بيزز، بس بدل ما بستخدم ثايمين في الـ DNA بشيله واحط مكانه اليوراسيل. Although they are single-stranded, sometimes they can fold up on itself to form double-stranded RNA molecules secondary structure. يعني برغم ان ال RNA ده single-strand ممكن يلف على بعض ويديني شكل double-strand وبسميه secondary structure. Anti-parallel strands with complementary base pairs formed by hydrogen bonds separated by segments of unpaired RNA. ايه بقى البروسيس بتاعه الترانسكريبشن؟ قلنا ترانسكريبشن ان انا بحول دي ان ايه ل ار ان ايه.
It is the synthesis of single-stranded RNA molecule from the double-stranded DNA molecule. طيب عندنا أربع أنواع من الـ RNA: mRNA, rRNA, tRNA والـ snRNA. الـ mRNA هو الـ messenger RNA، بعدين الـ rRNA هو الـ ribosome الـ RNA، tRNA هو الـ transfer RNA، والـ snRNA اللي هو الـ small nuclear RNA. أول واحد الـ mRNA. الـ mRNA ده بيعمل encoding للـ amino acid sequence of a polypeptide، بيكون لي الأمينو أسيد. يبقى الـ mRNA the transcript of protein coding genes which will be translated لأمينو أسيد polypeptide أو protein. الريبوزوم الـ RNA ده بيبقى موجود مع الريبوزوم الـ proteins، بيكون لي الريبوزومز اللي هي الـ organelles اللي بتعمل لي translation للـ mRNA. okay، يبقى الريبوزوم الـ RNA part of the ribosome structure where mRNA molecules are translated to proteins. طيب بالنسبة للترانسفير RNA أو الـ tRNA، ده بي بي بيعمل لي bringing للأمينو أسيد to ribosome during عملية الترانسليشن. بقى الـ tRNA responsible for transferring the amino acid residue للريبوزوم بعد ما يتكون. طيب ايه بقى الـ snRNA او الـ small nuclear RNA؟ الـ snRNA ده مع الـ proteins مع بعض بيعملوا لي complex بستخدمه في الـ RNA processing في الـ eukaryotes. ده مش موجود في الـ prokaryotes، موجود في الـ eukaryotes بس. بقى الـ snRNA بيعمل لي complex مع الـ protein responsible for mRNA processing. The general transcription process، لأن أنا حول DNA ل RNA. One of the DNA strands اللي هو سميه template اللي هو الأساسي اللي أنا هبني عليه أو هصنع منه سواء DNA strand تانية أو RNA strand. One of the DNA strands اللي هو template strand of a gene will be converted to RNA strand by complementary base pairing. تمام؟ أهو ادي هنا عندي الـ DNA strand، بكون عليه strand تانية عن طريق عملية الترانسكريبشن، يديني RNA strand أو دي كده DNA strand. طيب هنا T في الـ RNA لازم أحولها لـ U، يبقى كده عمل لي إيه؟ RNA strand. خلاص دي DNA strand تانية replication. ده بقى ده هو عملية الترانسكريبشن، أنا أطلع RNA عرفته منين؟ ما فيهوش تي خالص، فيه يو بدل التي. أهم انزيم بيبقى involved في موضوع الترانسكريبشن بروسس دي هو DNA dependent RNA polymerase أو الـ RNA polymerase عموما. الـ direction بتاع الـ RNA بيبقى 5 prime to 3 prime end. Read the template strand of the DNA which is in the direction 3 prime لل 5 prime. مهم قوي الكلام ده. طيب الـ RNA synthesis بقى عن طريق عملية الـ polymerization بالـ polymerases بيضيف لي complementary base pairs. remember طبعا الـ base pairs بتاعت الـ RNA الـ T ببدلها بالـ U، فاهمين؟ ببدله بالـ uracil. 3 stages في عملية الـ transcription هي الـ initiation البداية، الـ elongation، وآخر حاجة الـ termination. regulated from the gene regulatory element next to the gene. تمام؟ بقى دي عملية الـ transcription. الـ transcription في الـ prokaryotes زي البكتيريا كده 3 main sequences: promoter البداية بتبقى upstream before the gene and recruit the RNA polymerase to start transcription، يبتدي الـ RNA يدخل في الموضوع عشان يكون لي strand جديدة. RNA coding sequence إنه الـ DNA sequence which will be transcribed بيحددها لي، أنا هعمل transcription لحتة الـ DNA دي، فالـ DNA coding sequence اللي بيقراها. آخر حاجة الـ terminator اللي هو بيعمل إيه؟ بيقول لي خلاص أنا كده خلصت عملية الـ transcription. يبقى أول حاجة promoter،
تجهز لي ال RNA polymerase. ال RNA coding sequence تحدد لي الحتة اللي هعمل منها translation، والترمينيتر اللي بيقولي خلاص stop. ده ال promoter، دي البداية، ال transcription بيبتدي من عندها. بعد كده ال RNA coding sequence دي الحتة اللي هعمل لها transcription، بعد كده ال terminator. طيب prokaryotic transcription initiation، البروموتر بتاع الجين دي اول حته. البروموتر ريجن دي از ابستريم ذا ترانسكريبشن ستارتنج بوزيشن، هي دي الحته اللي هبتدي منها. زي ما تو مين ريجنز وذين موست اوف ذا بروموترز، نيجاتيف 10 ريجن والنيجاتيف 35 ريجنز. اما روتس الار ان اي بوليميريز يبتدي بقى الار ان اي بوليميريز يدخل من الحته بتاعه البروموتر دي، and other proteins needed to initiate عملية الترانسكريبشن، تبتدي يدخل من negative 10 أو negative 35 region دي. بعد كده one type من ال RNA polymerase بيمسك في ال promoter اللي موجود على الجين في أول sequence ده، وبعدين يبتدي يعمل initiation لعملية الترانسكريبشن. يبقى أول حاجة في ال initiation step بيحصل ال RNA polymerase بيمسك في البروموتر sequence فيبتدي عملية الترانسكريبشن. في حاجة بقى عندنا اسمها هولو انزيم او الكمبليت انزيم. الهولو انزيم ده خدناه برضو قبل كده في البيولوجي، هو عبارة عن كور انزيم مع بولي بيبتايد، تمام. ده بيبقى في different promoter sequences طبعا، على ال عندهم different RNA polymerases، يعني البروموتر مش واحد على كل الستراندز، بيبقى مختلف. برضو بنكمل هنا عملية الانشيشن. ال RNA polymerase بيمسك في البروموتر region دي اللي هي مثلا negative 35 region، then to the whole promoter، يبتدي يمسك في كل البروموتر. ال DNA is still in double strand form على فكرة، بيبقى closed promoter complex، لسه كل ده ال DNA ما تفتحش في البداية. فال RNA polymerase بيمسك في البروموتر region وكل ده لسه أنا في ال closed promoter complex، يعني ال DNA لسه ما حصلوش unwinding. بعد كده ال RNA polymerase untwist ال DNA، بيفك ال double strand ال DNA and separates the two strands at the negative 10 region، فبيتحولي ل open promoter complex، بيتفتح. ال RNA polymerase in contact مع ال DNA بيحصل ايه؟ some of the RNA nucleotides will be added to start ال RNA molecule synthesis. يبقى ال RNA polymerase اول ما يشوف كده ال DNA حصل له unwinding واتفتح، هيبتدي يضيف النيوكليوتيدز بتاعته الخاصة بتكوين ال RNA strand. sigma polypeptide، السيجما فاكتور. ايه هي السيجما فاكتور؟ السيجما فاكتور دي محتاجينها بس وقت ال initiation stage. عندي انواع كتيره من السيجما بوليبيبتايد فاكتور او سيجما فاكتور جوه السيل، in most promoters with the negative 35 او negative 10 region specific sigma factor with molecular weight كذا دالتون directs ال RNA polymerase to the promoter. يعني انا ايه وظيفه السيجما بوليبيبتايد دي؟ هي اللي بتوجه ال RNA polymerase وتوديه عند البروموتر ريجن عشان تبتدي. عندي منها انواع كتير. طيب at high heat او stress condition عندي نوع من السيجما فاكتور اللي هو سيجما 32، ده بيستخدم بيعمل direction لل RNA polymerase holo enzyme to promoters of the gene responsible to cope مع الستريس. البروموتر ده عنده 39 ونيجاتيف 15 ريجنز. طيب الترانسكريبشن في البكتيريا خطوه الالونجيشن، ال RNA molecule should be elongated طبعا to transcribe the RNA coding sequence، لازم يطول، يعني مش هنقف عند. بيحصل ايه؟ بيحصل برضو حاجه اسمها ترانسكريبشن بابل، نفس الكلام،
is formed to get access to the template strand. Only the RNA polymerase core enzyme is needed. في الحتة دي أنا بس محتاجة RNA polymerase core enzyme. ال RNA polymerase بيعمل untwisting لل DNA فبيسبب لي البابل دي ويحصل transcription أو ال DNA يتحول ل RNA وال RNA strand تطول وتكبر. ال DNA double helix reformed behind the bubble كده. يعني أنا البابل هي موجودة أول ما يكمل ويطلع لي RNA strand الحتة البابل دي هتلم تاني على بعضها وتعمل لي double helix تاني. تمام كده. طيب التيرمينيشن اخر ستيب بيحصل ايه فيها؟ انه الترانسكريبشن بروسيس خلاص لازم تقف، لازم يحصل لها تيرمينيشن عند منطقه معينه او عند سبيسيفيك ريجن. امتى؟ لما يكون في تيرمينيتور سيكونس، في سيكونس معين خلاص الار ان اي بوليميريز بيعرف عندها ان انا خلاص كده، انا كده مش هعمل ترانسكريبشن تاني، كده انا خلاص وقفت الار ان اي elongation chain elongation. بقى terminator sequence ده is needed at the end of RNA coding sequence. عندي two types of terminator sequence. terminator sequence دي نوعين، row independent و row dependent. row dependent دي type 1 و row independent دي type 1 و row dependent type 2. ال row independent Terminator اللي هي Type 1 Terminator بتحتاج RNA Polymerase عشان يحصل Termination. طب الرو Dependent اللي هي Type 2 لا بتحتاج رو Protein علشان يحصل Termination. ده الفرق ما بينهم. طيب نبتدي بالرو Independent Terminator. هو عبارة عن ميكانيزم موجود في الـ Prokaryotes بيسبب لي في الآخر انه الـ RNA Transcription تقف، العملية ال RNA transcription يحصل لها termination توقف. طيب وتطلع لي newly made RNA. يبقى الرو independent termination ده عبارة عن ميكانيزم موجود في البروكاريوتس that causes RNA transcription to stop and release the newly made RNA. طيب في الميكانيزم ده ايه اللي بيحصل؟ ال mRNA بتحتوي على sequence كده ممكن يعمل لي base pair مع نفسه علشان يسبب لي في الاخر او يعمل لي في الاخر حاجه اسمها ستام لوب ستراكشر. ده بيبقى ما بين 7 ل 20 بيس بير طوله، يعني 7 ل 20 بيس بير خلاص. وكمان بيبقى ريتش بالسيتوزين جوانين بيس بيرز اللي هو السي جي بيس بيرز خلاص. السي جي بيس بيرز دول عندهم سيجنيفيكانت بيس ستاكينج انتراكشن، بيبقى سبيشلي ريبيتد جي سي بيرز. بتعمل لي ايه في الاخر؟ 3 hydrogen bonds between each other يطلع لي stable RNA duplex خلاص. بعد كده ال stem loop structure اللي بعده ممكن يبقى فيه uracil residues غير ال G وال C، ممكن يبقى فيه ال uracil. تمام. طيب برو independent terminator ده in inverted repeat sequence of 16 ل 20 BP upstream termination site followed by كذا من الأدينين والثايمين. The termination sequence will be transcribed by the RNA polymerase because of the inverted repeat arrangement. ال RNA هيحصل له folding into hairpin loop structure او زي ما قلنا اللي هو زي الستام لوب structure، هيلف كده على بعضه. ال RNA polymerase will slow and pause in transcription. انا خلاص عايز اعمل termination فطبيعي انه هيحصل ايه؟ pause او slowing في او slow في البروسيس دي. طيب نيجي بقى للرو dependent terminator. هو بيبقى C rich sequence upstream termination site، بيبقى rich في ال C بال الكربون. نو هيربين ستراكشر، ما فيهوش هيربين او اللوب ده. الرو بروتين هو عباره عن هيليكيز انزيم اللي هو بيعمل انوايندنج للدي ان اي دبل هيليكس، بيعمل بايندنج للسي ريتش سيكونس في الترانسكريبت ويسبب لي ترمينيشن على طول. بيمشي على along the transcript to reach ال ار ان اي بوليميريز
unwinding the helix between the newly formed RNA وال DNA ويعمل لي release لل RNA new strand. ال RNA polymerase وال raw protein dissociate من ال DNA strand خلاص ويطلع لي ال newly synthesized RNA strand جاهز. Central dogma قلنا قبل كده هي process بتاعت converting أو transcribing ال DNA ل RNA وبعد كده يبقى translated into protein. احنا كده عملنا عملية ال translation ال transcription. طب بالنسبة لل eukaryotic RNA polymerases عندنا 3 types. انه ال RNA polymerase 1 ده موجود في النيوكليولس وبيصنع لي 28S وال18S وبلا بلا. الـ number 2 ده موجود في النيوكليوبلازم وبيصنع لي الـ mRNA وشوية من الـ snRNA. الـ RNA polymerase 3 ده بيبقى موجود في النيوكليوبلازم وبيصنع لي tRNA وشوية من الـ snRNA. طيب بعد كده عايزين نشوف برضو الانشيشن البروموتر سيكونس ده احنا قلنا ان هو upstream للترانسكريبشن starting site and spans about 20 bp core promoter, promoter proximal elements